بس لما تاكلوا كسكس ما ادري ليش في النص. جيبيهم وانتي صغيره والله احسن يكبروا معك. غلط. اول مره تلاقينا. جايز وير ات فالكن. يعني هو ما ادري سبحان الله بس لما افتح الكاميرا يو هاف تو توك رايت ات ذا سيم تايم. Oh my god, stop it. I wear the same pants yesterday. Oh my god, I have only two pants. Oh god. She bring me كلها بنات هون. يلا we have to leave guys. بعرف انه سوينا بريك بس دخلت خلاص انا بنوريهم. واكلت كسكس مع ماما وشربت لبن. يا guys انتوا مو عارفين ما بتعرفوا عشان انتوا ما بتعرفوا هذا الاحساس. لو عرفتوا هذا الاحساس تفهموا ايش بقول. احساس كان بالعاقه في بريزيلا. اقسم بالله صدقتي والله العظيم اني اتنفس تحت الماء. اني اتنفس تحت الماء والله. بس لما تاكلوا كسكس ما ادري ليش في نص الاكل بتجيكم نومه مو طبيعيه. دوخه. انا وماما الحين زي كده والله بس نبغى ننام. ف this is what I'm gonna do. الحين بنام. Je prends une petite sieste. Désolée, je parle pas français. J'oublie de parler en français. C'est grave. بسقيها بالبنج. تسقيه يعني بتسقيه نقول صح بالسعودي؟ يعني الصوص صلصة حقه. صلصة حقه. تسلم ايدك ماما والله اقسم بالله متنا والله نبغى ننام دحين جايز. لا وبعد مش يعني ادخل البيت اشوف ماما مسوية كسكس وبس. تعالوا اوريكم يعني. طبعا عندي شفيق من الجهة الثانية جايب لي كاندي وحلويات عشان انسى الدايت. وعندي واكلهم لحاله بعد. وعندي ماما من هذا الجهه ما شاء الله ما قصرت معانا. الخبز هوم ميد. ويا زينو ويا زينو لو بس تقدروا تشموا. ها حق الفطار انا عادي بحط فيه تونه احط فيه نوتيلا احط فيه كل شيء. بس اي هاف تو انه امسك نفسي جايز. خلاص خلاص والله خلاص. لا خلاص مسختها من جد. يا اخي دحين اشوف هذه قدامي وما اكل مستحيل جايز. والله 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 اكل ماما واو واو. انا بعرف انه كلكم حتقولوا يعني اوكي لانه الامهات كلهم اوكي انت اوكي بس انا ماما غير. والله جايز من جد من جد اكلها سبحان الله يا رب. ما ادري شوف ياسمين قسم بالله كانه ماما عندها دبلومه في الطبخ. صغيره مستحيل اكل اكل الناس من غير اكل امي. وهم نفس الشيء كل واحد يقول اكل امي امي امي. اوكي بس احنا لما يجون عندنا الناس ماما دايما يقولوا انه اكلك حلو مو بس انا. يا مثل الحاله ارسل ماما يستغرب والله. طيب جايز احنا الحين قاعدين نفكر اوكي مثل ما كل بنت لما حتتزوج تتكلم مع امها واشياء زي كذا. يعني قاعدين نقول انه اذا ان شاء الله لما نتزوج يعني هل نجيب عيال اول سنه؟ لا اتفق معك. صح؟ لا ما اتفق معك. يعني صراحة حتى ولا أنا ولا شفيق قاعدين نقول إنه لازم ناخذ وقت. على طبعا النصيحة بقولها لك وبقولها لكل بنت. إيه لا تنسوا عمر العيال ما بين قووا العلاقة الزواج ما بين الرجل والمرأة. غلط. وحتى زمان ما كان شيء هذا. غلط. يعني أنا نصيحتي لك عيشي حياتك بالطول وبالعرض. 40 سنة الحين ولسه بيخلفوا. لا يقولوا صح يقولوا لا والله عيال تكوني صغيره وجيبيهم وانت صغيره والله احسن يكبروا معك. غلط غلط. عيشي حياتك البسي سافري نامي الوقت اللي تبين اصحي الوقت اللي تبين اطلعي مع زوجك عيشي حياتك بالطول وبالعرض. انا بقول لك شيء لا تثقلي كتافك لا انت ولا هو نفس الشيء. لا انت ولا هو يعني الواحد ياخذ راحته ويسافر ويتعرف على الشخص أيوة اكثر أيوة وزي كذا ان شاء الله بعدين يتعرف على الشخص. الحمد لله تعرفوا على بعض انتم الحين خلاص
السنة الأولى تخانقت وتقاتلت وتفارقت ورجعت مرة ثانية. الحمد لله الحين توالمتوا مع بعض، يعني صرتوا تطلعوا الشغل أنت وياه تشتغلوا نفس الشيء. يعني تخيلي أنت السنة الأولى لسه بتكون في مستقبلك وجايبة لي ورع ورع. لا احنا تونا على فكرة مثل ما يعني انتم مو عارفين جايز، بس احنا تونا قاعدين نشتغل انا وشفيق عن على السوشيال ميديا والاشياء زي كده، يعني هذا شيء جديد نفسكم. بالنسبة لنا مع بعض نفسكم. أيوه. كونوا نفسكم، كونوا صرف عيالكم، يعني استثمروا لعيالكم. لا يعني مثلا انت تكون عندك بيت مثلا ميشيل. جايز وي اوريدي هاف وان مان داون، ماما فيرسس الكسكس. خلاص تي اشوفي خلاص اول واحدة انقلبت في البيت، الحين انا دوري. باي جايز، حنام شوي. جايز انا وماما بنتفرج في الالبوم. رياضي سكون اتروفي اون روز، هذه ورده عمرها 25 سنه مثلي بالضبط، عمري زي كده، وماما اللي حطتها من 25 سنه 25 كان ليكس ست روز ليا، ما في لا ريحه ولا شيء تصدقي. صح اي والله، شوفوا هذه انا كان عندي خلاص خلاص. شوفوا كم اشياء يعني تخيك لا. شوفوا بومبا، هذه اول مره اروح فيها على السعوديه، رحنا وبعدين رجعنا على فرنسا مره ثانيه. هو قال الحاله تشيلي هذه حيشوفها شفيكي. هذا زوجي الاول. جايز رايحين نعمل تاتو. ها تاتواج بس سمول صغير، سمول شيء سمول فيري ليتل فور شفيق. اوكي طلعوا الفور شفيق. The number one, by the way. Okay, guys, so the last tattoo, this one, it's a man walking alone. So, because when I left my family for the football and all those stuff, I was alone. But I was still talking to them all the time, psychologic and affection. They was here, but physically, yeah, I was alone. تفضلوا على غدا. تفضلوا تفضلوا. Okay, fam, wallah, I eat, I want to take a nap. But I have an event with Dunya, so we're gonna go. But in name, I have rose carbs make me sleepy. Guys, she bring me in the event with only girl. يعني هو ما سبحانه بس لما أفتح الكاميرا you have to talk right at the same time. خلاص ما عاش يحكي. I'm not talking. I'm not talking anymore. Please طلعوا. I love it. زمان الزمان خيالك خيال طبعاً ما بعرفش لي أحسس إنه نغني لهم أفضل أغنية لنا. أخضر أخضر. Attends c'est quoi notre chanson en plus? On va s'aimer. Non 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 our music it's من أول مرة تلاقينا أحساسي من جوا تغير. بيتك ما بقدر أقول لك.